خليني احكي لكم بهاي الحلقه عن سبب رئيسي من وجهه نظري وكثير من المتابعين والمشجعين وراء خساره القاسيه للمنتخب الوطني من النرويج، وحلقه جديده من جرينتا. لنتفق جميعا انه ما كنا نطالب منتخب النشامه بالفوز على النرويج، لكن كنا نتمنى هالشيء. ما كنا نطالب ليش؟ لانه عارفين فرق المستوى بيننا وبينهم، بس مهما كان معقول نخسر بالسته وظل حد يخسر هيك نتائج؟ خصوصا انه الاتحاد كل فتره والثانيه بيحكوا لنا انه الكره الاردنيه تتطور. يا ريتها ما تطورت ولا شفنا هالنتيجه. تمام، لو رجعنا بالذاكره لورا شهرين ونص تقريبا، الاتحاد بيعلن بشكل مفاجئ عن تعيين المغربي احسان عموته بدلا من العراقي عدنان حمد ليكون مدرب النشامه في الفتره المقبله، رغم انه الاتحاد اتفق مع حمد وجهازه المعاون يكملوا مع بعض لسنتين على الاقل كمان. الغريب في الموضوع انه عدنان حمد مع المنتخب وقتها كان مقدم اجمل فترات حياته، وقدم المنتخب معسكر مميز في النمسا، صربيا بعظمتها وقوتها بطلوع الروح اخر 10 دقائق قلبت الطاوله علينا وفازتنا 3-2، وفزنا على جامايكا وقتها اداء ونتيجه 2-1، وجولهم كان من علامه الجزاء. فهون انا وجزء كبير من الجمهور بحمل الاتحاد مسؤوليه هاي الخساره، عموته ما بتحملها ابدا، لانه ما له معنى الا اسبوع واحد بالتدريبات، ممكن بتحمل جزء من الخساره. بس انه الاتحاد ليش غيروا مدرب فتره تطور مستوى ونتائج للمدرب العراقي؟ لو كان حمد ما بده يكمل معنا كانت فهمنا الموقف، بس المدرب نفسه تفاجأ من اقالته، زي ما انت تفاجأت من اداء لاعبتنا مع النرويج، الاداء الهزيل الضعيف اللي ما بموت للقميص باي شيء. مشكلتنا شوي ممكن تكون مع عموته انه التاقلم راح يتاخر شوي، ومحتاجين لوقت ليتاقلم مع اللعيبه، وهون ضروري الاتحاد ما يتاخر بزياده ويجيب مدرب محلي بالجهاز الفني يكون حلقة وصل بين المدرب واللعيبة. ورسالتي الآن للعيبة المنتخب، أبداً ما نروح نوقف ضدكم بأي حال من الأحوال، بس للأسف أنه مشكلتنا منقدم مباراة حلوة كأداء فردي وعشرين لا عدا عن الأنية وحب الذات من كل لاعب لإثبات ذاته. يا ريت يكون في تقدير للقميص أكثر ونلعب بحرارة في المباريات الجاية. يا إخوان في لعيبة كانت ضايعة بالمباراة، خايفة ومشتتة بطريقة مش طبيعية. نحمد الله انه مباراة النرويج كانت ودية. ناس راح تحكي ليش قلبتوا على المدرب والمنتخب بفترة صغيرة، بالعكس احنا دعمنا قرار الاتحاد بالتعاقد مع عموته لانه لازم ندعمهم باي قرار بنعتقد انه لصالح منتخبنا، بس مع الايام ممكن نكتشف انه دعمنا كان غلط، فبنحكي وين الغلط وين الصح لا اكثر ولا اقل. عموما عموته انا شايف انه مستني المنتخب الاولمبي يخلص مهمته الحالية ويركز على عدد جيد من لعيبته، لانه راح يستدعيهم ويستغني عن كثير لعيبة بالمنتخب حاليا. الثلاثاء فرصتكم يا لعيب وجهاز فني لتغيير الصورة القاتمة اللي ظهرتوا عليها. نعلم بأن المنافس أقل من النرويج واللي هو أذربيجان، بس هي فرصة لإعادة الثقة من جديد للجمهور لو حتى شوي. واليوم ما في عنا سؤال، بل راح نترك لكم المجال لتعلقوا وتعبروا عن رأيكم بالتعليقات على المنتخب، وشو الأسباب اللي خلتنا نخسر أكبر خسارة في تاريخ المنتخب. وقبل الختام لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لايك على الفيسبوك، فولو على الانستغرام، سبسكرايب على اليوتيوب، واستنوني في الحلقة الجاية معي أنا مهند جويلس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.